واحد بيقول لي انا تعبت جدا جدا علشان بقالي سنين وانا بصلي من اجل اختي لكي يرسل لها الرب الزوج الصالح ولكن بدون جدوى لغاية لما يأسف. مع العلم باني قدمت لاجل هذا الطلب صوم وصلاة وثوب وطلب شفاعة القديسين، هل معنى ذلك ان ربنا بيعاقبنا ولا ايه بالضبط؟ لو ربنا كان عارف انها هتسعد في هذا الزواج كان سمح للزواج. ربنا دايما يريد الخير، فربما الخير لها انها عاشت كده احسن ما تعيش مع زوج متعب او مع حما متعبة وتقاسي. يعني سيب الامور لربنا، ربنا هو اللي بيعطي او لا يعطي، وبيعطي في الوقت المناسب. يعني ابراهيم طلب ولد، ابراهيم اب الاباء، وما قالوش ابن غير لما بقى عمره 100 سنة. ما تتضايقش، مش ضروري الطلبات اول ما نطلبها تجينا على طول. يعني